يا صباحكم خير ونور وسرور من جزيرة الشويهات العريقة. صباحكم خير ونور وسرور من وين؟ من جزيرة الشويهات العريقة. هذه أبوكم في لبنان يسمونها قطيطة، وفي وعندها لبوي البحري طل، لا عندها الكويت يسمونه طل، هي عندها الكويت وعندها راس الخيمة يسمونه طل، وأظني أبو ظبي لها اسم بعد مغير. الرطوبة معروفة، حد يقول رطوبة غير رطوبة، بهذه الرطوبة لكن ضبابة ضبابة ولا دي انزين. سلم عليكم بهذا الكائن الضيف، هذا ضيف، ضيف خفيف الظل يسمونه، ضيف خفيف الظل. ايوه عند الله له ابويه وليف، وليف محد له وليف دوم يكون وياها الخصيفي، صيف هذا له وليف ولا فنتين ثلاث يكونون وياه، ما يندرى هن وين، هن ماتن، هن سارن ويا الهجرة، هن سارن ابوي بقعة غير، ولكن هو هذا ابوي كل طالع الشمس موجود، لا والله تشوفون عند راس الماشي هو، ولا يترى والي، ولا مبو، ولا باورة هذه هيك، ولا شو، باورة كانها، لا بلية وليف غادي، وحيد، يا ابوك الله يرزقك ان شاء الله، الله يرزقك. حلونا هلا لو هالخصيفي عرف يرمس ولا عرف لهجة الخصيفية، بس يروح تخبره وين ربيعاتك اللي طاريات وياك هنتين ثلاث تحيدونهن العام صورنهن بعد، واحدة منهم بيضة فنان لها عنيق الفنان قاوي، وحين تام هو ها دي يلا ابو محمد ولا يفهم احد الا روحه، ما حد هلال والله من العام اقول لكم مصورنهن هي والله العام اثنين سود وواحد ابيض، سبحانك يا رب ان شاء الله يكون حي، ما كفى خطر راد لو شياته ولا واحد ضارب لنا عشو، وحيد فقير مصبح الله عليك بتسرح ابن براكه انزين الله شعري ما شي مشكلة، ابرك كم ساعة يا ابو محمد، براكة براكة. يا سلام يا سلام على الريوب يا ابو محمد، لا عصمت يا من المنخدم ما قصر والله منو، تعال تعال يا هذا اللي مسوي ريوق سوي، نعم شاركت شوية بكفو، هذا من يحمل لون، انت شفت وجهه حل برشة بالله تهل، ما كنت سوى ما كنت ابتسم ابو محمد، كل حد يشوفه على التواصل الاجتماعي يقولون بلا مستوغد، انتو شلكم ان ما له صديق في هالبيوت كلها مليون بيت، وكل بيت في اربعة وخمسة بين مدرسي وبنغالي، وهو وحيد ما يسلم على حد ومطنب الغادي كبر البيت العظيم، كان بنادم يغدي وحيد هالنمون وغاد ليه في الدنيا كلها فيه، حتى حرمته مخلتنا حتى حرمته تقول لي لسه بالخمس سنين التي العين ما شافك هي والله النوغد، يلا براك مع البتريق اليوم يطرونه يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد، هذا ابوي نسيم، شوها المصريين يسمونها نسمة، وهل السعودية والحجاز نسيم، وهالمرات أظني نسيم بعد يزقرونه، هذا عاد مني شل كان شي رطوبة ولا شي الغطا ولا شي نادي كل شل، وازميك هو بارد، هذا موسم عاد اللي تحدوا هالغنية يا نسيم يا نسيم الصباح سلم على باهي الخد، وقضه من منابه ولا نبهه من منامه، أظني نسيته والله، هذا هو فنان النسيم، تعال ما صورت عمري اليوم نسيت، شفتوني رقدت هاك رقاد الفنان، ورقدت وانا شبعان يعني مبيعان جاي على يوع
عنثار خط وطحت لي بجميع السمكار مشواي حار صراط البلع. ترى اللي عام ما يهرقاد، ما حد يهرقاد وهو يعان ماي 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 كرقاد اللي من تمزر بطنك. يلا بنرمس خلاف هذا حينه. يلا استودعكم الله. ابو محمد وين؟ براحتك بعد وين؟ شي ظنك صيد عندها؟ الله اكبر. غزي لحول حدود الامير، حدود الامير. لا لا تنزل، لا تنزل. ليش؟ يلا اصبحنا واصبح الملك لله. دعونا عاد بالصيد الوفير. اليوم البحر طايح شوية، شيء ضبابة. هي طاح طاح البحر أبدا. قادية منظرة تبارك الرحمن. هي غير الماي عباطة. مرة ما شيء بحر، مرة ما شيء بحر. هذا وين الحين أمشي أنا يخطفن البوانيش. هلال متى تسجل الماي؟ 10 مرة تدح الماي عند الباب البيت. هنتين الظهر. وين طلع الصيفي؟ ايوه ما يبين. يلا بنرمس خلاف عاده، بس عليك من الرمس اللي ما توجه. هذا وين كان طليل بسرعه. شوف الله عليكم اصفى البحر. ايه اسبوع اللي خطف معتين عيان مدلخ البحر. اسبوع لي خطف مدلخ ما تشوف صبعك لو تغطه. واليوم ما شاء الله تبارك الصبح اليوم بعد مصبح شوية شيء هو شيء نسناس الحين مرة على طاح. لكن مخضر البحر على ما تشوفون. لو تظهر يي ولا شيء ما تروم تشوفها زي ما زين. بس عيونك ناخذها بس عليك بالتليفون شو تشوف الجو يا رجال. جو بعد شيء خير عن شيء جو. ها عندك هادم ها ناكر ونكير. اي سلام عليكم. يا سلام يا سلام يا سلام. رحى تبارك الرحمن رحى. سنة الهلال هذا 15 سنة يمكن. تذكار مال الوالد على الله يعافيه. وسيع من داخل الهلال. كم 38؟ ها ديتشو هذا ضبابة. ما عرفنا نالح الجو يا ابو محمد. اكيد ان نصيب امسك شويه انا المربط على الحاله بلعقه على هو. راح تحت الطرابه لي. لا هذوك شربه ري تبطل. اضحك عليك عاش محمد. اي عاش باب عادتك تقبض شوت كهرب. ها
عزيز الله عشان خبر ما يكون ليش بحر رحت بحر واحد بحر ما خبرتني الخبر دي الرقين بس قول والله بدي حات ابو محمد شوف الصافي ترى ما تبين في البحر الا كان اول ما تضرب تسود لخه هي والله ما شاء الله تبارك الرحمن هذا اسبوع اليوم اسبوع هذا عدل البحر طايح اسبوع ليه خطف البحر قادي تحراه سبحانك يا رب مد الاخ نبربيكم صيل بعد شوية عادة شوف البحر كيف طايح بالله عليكم ما زين البحر مرادم يا ايات مرادم ما شاء الله بيت خشش الصافي انا ما اشوف هي ما اشوف الا شبه فيها خيبه شو ما شاء الله ايوه ايوه يا سلام ايه صافي لا صار ولا استوى مرادم ها شوف شوف صافي فصيلة تنبوي الفصيلة الجيشية هاي ابوي ها شوف طونها شوف سنام شوف سنام يعتبر صافية شوف سنامها هذا ده هذا شوفها كله شحم وهذا سنام السم اللي في الدنيا كله فيه جيشيات تراهن الفصيلة ما بش موجودة إلا في الظنة هذا أبوي الفصيلة الجيشية تقول ما قلت لكم ها بس في الرويس الظنة شوي هاتا وهاي لي نمة كمان زين وهاي بدي حاك عادة ابديحو يبديحو هذه عاد البديح اللي هذا عاد الجيش هذا يوم يقول لك عصاجيل الفنتير عصاجيل الفنتير هذا ابوي اللي يطرونه يشبهون عصاجيل بعصاجيل الفنتير هذا ابوي الفنتير وفي مقوله اخرى فنتير في الخور عينك عليه هذا ابوي عاد ذكر هذا ما بخور هذا حد انا ما شفت فنتير في الخور الخور ما يستوي ما يط... ما يسيل الفنتير الفنتير ابوي كله على الحدود وين المرقه على ما تشوفون وهذا عاد مكان من مليون سنه هاي محميه خاصه ابو كلها ابو فناتير ممنوع ولد امه وابوه اي قربهن ممنوع اي حد قربه الفنتير ممنوع فسنين الاولي يقولون يقنصونهم في السعديات يقنصونهم وينكلن الحين الوادم ناتبوي لا تقول لي جزر المالديف ولا غير المالديف ها ابوي مالديف هو ظبي مالديف الامارات الطبيعية على الله يحافظها من دار شوفوا والله لون البحر يسدك يا سلام سلام يا سلام سلم الله من نعم احفظها من الزوال يا ايه مخصوص نرويكم الطبيعة الخلابة هذه بس حكم انتم ايه نرويكم شقايل طبيعة اللي هاي محمية ممنوع والدمه وابوه يعق خيطه هني غير نحن ابوي انا بس اللي نرويكم المكان مكان جميل وفنان قلنا نرويكم اياه شوف الله عليكم حافظ عليك من دار لازم الارض هاي تكون البحر هني يكون وحل اشارات له وحله على اساس يظهر فيها المنقرور منقرور باللغه العربيه الفصحى يسمونه منقرور ونحن نسميها قرم الاول في السنين الاوليه يطعمون منه الدبش نعم روحي انا لحقت
يبون في ابو ظبي وبرزوبه في السوق في الشبره الاول سنين الاوليه. شوف عيني ما حد قال لي غير عقب ابوي منعوه قال ممنوع عزم الصيد الجائر ما خلوا حطبه في البحر ردوا عقب ابوي الا من يده جديد على شوفونه من يده جديد اعاده تاهيل يسمونها شوف البحر هذا كله انه يعني براد في الظله براد وين الظله براد يا غير تحت الشمس حتى في الشتاء اي بلاد في الدنيا العوده تحت الشمس لازم شيء حمو وهي هي والله شوي شوي وهي الحين على بنتغدى وبنقير ما يندرف هذا سيارتنا ايش قايل خلاف العصر صرنا والله حصلنا ودام زين يعني حصلنا يعني ما شاء الله صرنا قبل شبينا شويونه ها ايش تقول انت؟ معك الغضب؟ كانك حديث العين وين سمعت التاوه؟ خلاص خلاص قول والله زين اقول لكم نسيت شو كنت اقول بعد ما اسمع رايكم ودينا ابوي هاك الغداء اللي عليه رضوان من الله وشيء واليوم شوي كثرنا في الجتني ودقينا ابوي خمده يمكن بقول لكم ساعتين ما وعيت الا بناخذها يلا رب اللي خاطر وخالف قال يلا البحر 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 اللي خالف ما يوارف مره الحين من امر هالدقيقه حتى غديت مغلظني ها طالعوا الصراط الصراط اللي ما يوجه يا عيال حلا السلام عليكم ابو محمد يلا غايته انا ريدي مساك الله بالخير لغايته لا طالع اعماركم سمبوسه خضره وسمبوسه لحم وهذا يا الله يحفظكم العقيده وهذا عاد الموز شكيت عاد لابد ولا عذر من صديق الطفوله بنسير ابوي يمكن نلقط لنا كم صويفي الى الدارات اللي تشون البحر يشلوا مارس وما مارس والاشياء الحلاوه يعني انا لا السعيد بالمارس والشوكلت ترى البحر اول شيء اللي فيه حلاوه فانا استعيد ابوي بالموت عشان شيء فاكهه يكون فيها حلاوه بعيد اخير عن المارس والحلاوه والباونتي وما ادري شو يعني اسوى من زين دعونا عاد تقصيدين وفير ان الله ييسر امورنا ونعرف وياكم ان شاء الله ونحن لقط شيء يرسل التصوير تراني صور اما لقط ولا العذر والسموحه من جناب اشوف البحر صبح مره ماشي ويشوفوا على ما تشوفون كلنا ابوي يفرس ويشتغل ويكد ويتعب وانا ابوي ها على ما تشوفون متفيزر حتى فيزير الفنان شني البخت عالتخت ولا حرد ساكن حتى السمت يوم تضرب في الميدار هم ابوي يفتشونها ابدا انا ابوي اكل واشرب وبس انا اخذها شبهي لسه تعب عمري دام عندي حد ابوي يسد شو اللي كالف؟ ترى ضاري اكد عمري في الرياض الخيبة اكد عمري في الرياض هناك في النادي اسبوع كل يوم ساعتين وثلاث كل يوم ساعتين وثلاث في النادي والحين ابوي الراحة شفت هالبقعة الحين اللي هالتفريس كله فيها ويصب كله مشايس لين السبع لين الفايز هذا لين الفايز صب ساير اللي مشي وانت باني نزل سمت؟ لا يا ريال من عقب هاك اليوم اكتضحنا فضيحة سمت يصير افزر في البحر ابو محمد اسمه فنان السمت خل راعي وخل سمية نحن ما نطري هذا يا غير في السير ما يازلي سير والله هنه باكر زين هو حق الجو هذا بايح البحر باكر يمشي بعد هذا الشيب اللي نستخدمه كل يوم انزين ما شيء مشكله بنسير في السمت باكر سلت يعني سلت شو ولا سلت لا مثل راعي مثل سمية حافظ الله على سمية على الله يحافظه سمية من يوم استوت الدنيا والناس كلها تشكر عليه السمت ونعم والله
طيار في خير راعي واجب راعي علم وخبر. ما بطيح ندوك بفضل الموز هذا. بسم الله. ادعوا لنا بالسجل. ادعوا لنا بسجل، سجل طولي. هب اقصر؟ لا طولي. وراسه؟ وراسه بعد اكبر على راس حد احمد. تحيده؟ الله يجيبه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الحين بحط لكم صورة السجل. عندي موجود. خلاف عاد الحين ما بروا. اشتغلت المكاين. وهدعت الله يا الفريج. هدعت الله يا الفريج. هدعت الله يا الفريج. بارك الله في أول توحة، هذه أول توحة. أبشروا بكم من ينيمة، ينيمات وعنافيز. العنافيز عاد حق حقين حق المشواي اليوم. هذا حين عاد هل أنا أن سمين ما بسنمين والله في سماء سنة سنة من عود يعني. لكن اللي ينمه ما شاء الله تبارك الرحمن أبدأ تحراها زبدة غادي لينمه. وصويف يا ثنتين ثلاث حينه ما شيء عشر دقائق وسولي و فرخ اليب بعد فرخ اليب ها تو ها ما بيازل ها ايه ويا ويلك شرات لي تحلف لي لا لا هل والله كان حد هين. حاضرين 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 مره ما يصير خاطر كله طيب ولا تزعل الا العنبوت اليوم خلاف عاده بنفته حتى العشاء وبخبركم عن علومه يلا دي حات بعد شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أبوي هل البطين نداء استغاثة خاص لأهل البطين مع المايش قال مليوس. بسم الله. أقولكم أفيدونا فانكم الله. هل الخبرة وهل العلم وهل النواتج اللي ما توجف. إنزين هان نداء استفسار وإغاثة وخبرونا عاد يا أهل البطين. العنفوز هل هذا وقته؟ لولا هل أن وقته العنفوز الحين سمين ولا نص اللبس؟ ولا ما يتشاهد عرض شو هزين قدوا علينا الخبر وايد ضروري حين غامضني نشوف الكبار والله اكبر عن الكف بشوية غير غامضني اني ما يرب العام كلنا فنان وعام الاول غير في ودي والوديات كنا ما قدر تحرك ربا لا لان ولا استلان ولا حتى شكله قد ما يتشاهد شرات حيد حد احنا بييمة كلها عنافيز عنافيز ييمة عنافيز مزار تشيزة احنا ياسين والله يعبونهم بحر محمد فرها فرها نياي هني في الكورنا انا بعقهن فرهن فر عقلك يلا فرها نياي يمعوهن العود لا تعقه لا تعقه العود شو بقول ييمة ابوي عنافيز هو وينم ينم والله كباري غير تحرى موز وبالغ حرامي غير موز وبالغ شوفوا بعدهم بحر ما بخليهم بخليها اثنين ها مستويات زينات كان باكع ابوه عظم الا بطن نقب بعد لي واحد جني ثلاثه كم اكثر انت شوف بعكن بحر يبان له اسمع لنا هذا خدعت الله سامحونا هذا والله هذا بعد واحد فنان اربعه هي هي هذا صغار بنعكن اربعه هلا ما بهي انثرى هينا اصبر تقل الصبر بردك البحر بردك البحر ده تحرى بناكلك خير ماذا خيبة هذا ماذا خيبة هذا واحد والله كان صار حافظ لي على هالصالح ما زينها هي والله بس عاد علي ها ظنك انا بالله متغدي صافي احنا يومين وانا ارقد صافي البارح واليوم محمد محمد محمد
أقول لكم تدينا حين من البحر يبنى ودام وديم ودام لا وديم الحمد لله. وإحنا عبا ندخل بنسبح بتريق يدن بنصلي العشاء وبنتعشى وبنسير خلاف بعد البحر إذا الله راد. وباكر الصبح بعد النسير والعصر النسير يوم السبت إن شاء الله غدانا في مدينة محمد بن زايد. المكان يجنن واليلسة فنانة والجماعة اللي أنا عندهم ناس خيرة وطيبين رجال فيها خير ما شي شرات الواحد يوم يمشي ويا الناس اللي فيها خير الناس اللي يعرفون القدرك يعرفون المعنى ييك وسيرك عليهم. وأنا صديقي وياهم هبلا صديقي أهلية من السبعينات ونحن ضربة هبن سن ولا ابن عشر من السبعينات الله لا فرق لا بيننا ولا بين أحبابكم يا رب العالمين لا بيننا ولا بين صدقاننا ولا بينكم بين من تحبون. والله يدوم عليكم الفرح والسرور والأناس وين ما تكونون. وخلاف عن بنرويكم العنفوز وما أخبركم عن علومة أنا ظهرت العنافيز وقلت لهم يشون ليها ينيمات هنتين ينمتين عيبني أشوف شرات الموز البالغ شيفته صليج ظهر هنا له أو بنرمس خلاص. سلام عليكم قوت فطامي تعال بسلم عليكن. سلام عليك قوت يلا تحبيني عادة يلا تعالي انتي تعالي تعال بهنتيف بسوي ياك مقابلة يلا تعال هي عدالي طاح التلفون طاح التلفون ما عندي فدوة تعال شو اسمك انتي؟ فطام وانتي؟ قوت انتي تدري على من مسمينك؟ مسمينك على يدة ابوك فاطمة بنت هلال فاطمة بنت هلال هادومة القبيسي وانتي تعالي انت ابوي سميت الشيوخ مسمينك سميت على الشيخة بكبرها على الشيخة قوت يعني الله يطول بعمرها ويحفظك ويبلغنا فيك انت عروس حبيبتي. انزين شفتي بابا سرتوا تسبحون ولا ما سرتوا؟ انزين متى؟ غدا. وانتي فطامي؟ بنزين عقب الغدا بتسيرون؟ بنات منو الحينه؟ منو بناته؟ شو اسمه ابوك؟ ها؟ انزين يلا تذكري شو اسمه ابوك؟ هلال 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 قد قالت لي قرب الله تعدوا لي ما يعرف شي اقول وين ضروسك هالطاق قوتي؟ قوتي اشوف وين الضرس؟ هطول يا الفضيحه جيب علي ضرس يلا سير ما يسير يلا عاد الحين انا بسير ابوي سبوح ودهاج وحالتي لله وراي ابوي معركه وان شاء الله بيدنا وبنصلي وبنلبس اخلاق. عقينا الصرخات المساء اللي علوي اللي تحيدون هالميصه هذيك شو اقول لك 2 انش كانت علوي يلا يلا عسى ما غادي صنباخ ما فيها غادي صنباخ. يذكرني عاد البنغالي يقول لي باباه انها سمت زاهب قلت برويكم العنفوز علينا حينا ما شفته. ها محمد ها شو عنفوز سمين ولا لا خشب؟ ها خشب شرات الخشب انا صوت لين هي اذا ريت زين بكره كيف اوكي يعني حين سمين لو ما بسمين ما بسمين زياره شويه يلا بنشوف غميضه وانا فرحان ب بعد لا فنان حق لا من صافي هذا ها هذا مال دهن من صافي ايوه شحمت الصافي من دحقه وساير جدا العنفوز ايوه زي براي براي زين عندو لينا ما هاي حقينا لينا منو حقه شوف هذا 3 سنتي بالمال مرفوع شو من السمك؟ هذا البيضة قوم مرزوق اعطوهم فتح بيضة وهذا صافي انزين ما شيء مشكلة انا 2 صافي هذه كله هني بس زين شكرا جزيلا يا شحم وايد ها؟ شوف ها
وين لا بيابس ولا شيء يا تخله ما يخصك انت ما عليكم منه انا بعطيكم التقرير هناك يا وي هاي الحين في البحر خلنا مو نعصراطنا هاي هاي ورقه دياي عيش شيلاني قحي ابيض وشباتي وهذا ها ها شغل العرب عاد هذا هذا ابوي اللي مستعير الدكتور زين هذا قال مالكم روحكم هذا مظلم حلو ايوه يا هي دنيا يا هي دنيا يا هي دنيا في العافيه ابو عبد الله في العافيه اهم شيء اهم شيء مالاتي انا لحد يقول نكمل خبر ها اظهري ها حط العنافيس لا لا تحط لي عيش الحين حط العنافيس باثنين التنولين ما العنفوزين هي ها في العنفوز الثاني هي اخوه ولينمه لينمه والصافي والصافي الصافي هذه هذه ولا هذه لا لا هذه 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 ايوه وش لا لا انا ابوك ام باكل شل الصينيه بعد حط لك هاي نقمه انا اسمي كانت الصغار اهل كبير ايش ايش شويه عاد قوت عن ليموت ليش شويه انا ما وتشتني خلاص لا تشتني الظهر خمدني خمدك نزيب ابو ساري علومك ما اشوف اشوف الوي قايل لك لا تصبرني يا رجل خف علينا الملاق انت الملاق اللي في الدنيا كلها فيه ايش بك عرفت انك كذوب كذوب هالبنغالي ما حدا كذب عنه بنفس خايسه شوف الله عليكم ها ما اقول لكم ها طالعوا ابو محمد السم اللي في الدنيا كله موجود في باطنه طيب طعب بالحل لا 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 كم بس نصر فيها طعب بالحل طعب يا سلام نبدهني الجديدة ريحة يلا لا تكود عادة بعد بعد شوية بس عليك ده بس ايوة هلا ياخذ من هديته يلا بنام سعد خلاف الحين ما في لقمة العيش هالكثيرو ها كله حين فوق هذا تشتني واللي تحتها كله سمك شو كله سمك والباقي 90% سمك و5% تشتني و5% عيش يعني ايه شوف كله هذا سمك هذا من خلصنا هاي خلى العنافيس بثنين التن احب ان يرب لكم لينمه والصافيه كان شيء هناك شيء وهالسولي هذا هي ايوه هذا هذا سولي لكن ما بسولي قبه سولي مرقه بياضه حسبتي من دعس من تنس غادي ابدا علبه شرات علبه حد من العرب هذا الشتني ترى يسلم عليكم ها خطا زين نقول اللي حقينا انا اكلت شوي ون اربع حبات انتم شاركتوني فيه ابو هالي نمه شفتوها هذه اللي نمع على ما تشوفونها بنخبركم عن السر والله لو دواك عن الموت لا لا سمين لا الله لك هي والله كم صخة زيادة على الضوء فلذلك ها شوف شوف هذا ابوي معناته لنضوي لنضوي السمته يوم يلحقها زيادة نضوي سلسلة الظهر روحها تفتش عنها ها. ايوه الحين هذا حين يا ابوكم يسمون الشيء اللي ما شي شراته ابوي ترى لينا ما خلص برنامجها والعنفوس خلص برنامجه واحب نرويكم الصافي هذا طريقته اول باقيها لازم تفتش سلسلة الظهر الطرفانية مؤكد البطن وعلى ما تطلعها نتبطلها تبطلها سكان عقب ابويها تنقطها شرافة كأنك فاتح كتاب كأنك فاتح كتاب لا يبغاها لا صدع ولا هاي الصدر انا يلدح بخلاف مرة ثانية هاي كلها ابوي صافية في لقمتين لقمتين ولا لقمة يعني لان شو السبب ابو عبد الله حسب ما تاكل سمك وايد ما تاكل عيش وايد شو انا عيشي مكانه
عبر السمك كامل وقف. هي ما شاء الله. إيه والله. لك ضروري إنك بتاعت تأكل ودان. عشان يخف العيش. إيه عسبب ما تمتن تغدي خرس. إيه والله. إيه نعم. أكل أول الناس من الفقر.